يعني تجهيز 3 عوائل، عوائل العمال خطيب ووضعيتهم تعبانة، جزاكم الله خير جزاء. صحيح انا بعد شو اسوي، لان احمد احمد عنده بنات مو وحده، صار خادم هسه نبدي بيه من بنطلونات. هذا البنطلون الاول وهذا البنطلون الثاني، شوفهم كله جدتها مو مستعمل جدتها. شوف هسه نجي البديات راح اعطيه شنو قد بالله 1 2 3 4 لانه خليهم بدون زحمة عليك، خليهم حتى خلي عليهم ملابس. هسه لمن ننتقل ذن البنطلونات، جزاكم الله خير. وذني هاي 3 بنطلونات 4 راوسوهن انتم هناك من توصوا اي أيوة والله جزاك الله خير. 4 هسه بديات من عندي. وقف ولدي وبنات ولد اي ولد ولد زين. شوفين كله جدد بعده ما ملبوس، واحد كبير عمره 20 سنة اي اذا يصير. شوف 1 2 3 ثلاثة قياس كبير اي كبير كبير. شوف كله جديد، شوف شوف بعده بالماركة بيهن. هاي 4 5 كافي اي هاي يلا بالخدمة. هاك هذا بالتشيس، هاك هذا بالتشيس وخادم. قول الفاتحة للسيد الشهيد رحم الله. دي انا عمال بناء وضعيتهم تعبان 3 حوالي.